درب الحياة سفير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاة. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند قوله رحماء بينهم، وقلنا أن الإنسان المفروض الذي يؤمن بالقرآن يثبت على القرآن، يثبت قناعاته ورؤيته على الناس على شهادة القرآن، ليس على ما يراه في الواقع، فضلا عن روايات ليس متأكد هو من صحتها، ولا على أحداث لا يدري ما نوايا الناس فيها. الله الذي يعرف النوايا ويعرف ما حدث بالضبط، وأعطاك تزكية فتأخذ بهذه التزكية حتى وإن خالفت الظاهر من الحدث أو من الرواية التي سيقت لك. وضربنا مثال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت على القرآن أن العسل فيه شفاء للناس، وأتاه الرجل وما زال لم يشفى، لم يتأثر، قال ارجع واسقه، ربما ما أخذ الجرعة المناسبة، ربما هو فيه خلل في إيمانه فأراد أن يعزز إيمانه حتى يعمل العسل في الشفاء، لا ندري. المهم هو ثبت، الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت على القرآن، أنت أفعل هكذا ستفهم بقية الأمور، ستفهم أن الناس ممكن يتقاتلوا وفيهم رحمة، والإخوة يتقاتلوا، وقلنا أن هذا الأمر مشاهد، والأحزاب في المذهب الواحد تتقاتل. المسألة هو أنت كيف تريد، أنت تريدهم يتقاتلوا، يعني أنت عاجبك أنه هو هذا الشيء حصل وتظل تذكر به وتنكأ الجروح، ولا تذكر بالأيام الجيدة والمواقف الحسنة؟ إذا أنت حريص على دينك مثل ما حريص على مذهبك، تفعل مثل ما تفعل مع المذهب. يا ليتنا حريصين على الإسلام مثل ما نحرص على المذهب، للأسف أقولها هذه، لأن إذا صارت مشكلة بين أي حزبين وإحنا نعرف أنهم لا يمثلون المذهب تمثيلا حقيقيا، ولكن نقول هذه سمعة المذهب، والناس اللي ما يحبون المذهب سيستغلون الأمر، فاتحدوا على أي شيء يا ناس، لموا الموضوع، واللي يتكلم يعني يحاول يذكر الأمور، ها حدث بينهم قتال، ها حدث حادثة قتل فيها 1000 شخص، شيعة مع شيعة في الزرقة، هذا اللي ظل يذكر فيها يقول له أنت حاقد، وهذا الآن إحنا متحدين وعندنا تحالف واحد، لا تجيب لنا هذه المواضيع، خلينا إحنا متفقين. لكن 1400 سنة تريد تغير آيات من القرآن الكريم وشهادات الله، لماذا؟ على أنه تقول تقاتل، وهو مو الكل تقاتلوا، يعني أبو بكر رضي الله عنه تقاتل، عمر تقاتل، حتى أنت تكره الكل؟ أنت موقفك من هذه الأحداث كيف؟ أنت هل في مثل مستواهم حتى أنت تتدخل؟ يعني أيضا إذا أنت صار بينك شجار، أنت بينك وبين أخوك صار شجار، وتدخل ابنك لينصرك فتكلم بسوء على عمه، أنت ما حيكون شنو موقفك؟ أنت تتعارك ويا أخوك والموضوع واصل إلى أقصى حد، وفجأة ابنك يعني من حبه لك سب عمه مثلا، أو هدد أنه راح أضربك، أنت تسكت وتقول أي عافية ابني يلا أهجم على عمك؟ لا، راح تقول له اسكت وقعد، أنت شنو؟ أنت شلون تتجرى على عمك؟ أنا وعمك أخوان، إحنا بيناتنا، راح تنسى أصلا المشكلة مع عمك وراح تظل تحكي على ابنك، شلون تتدخل أنت؟ ويجوز تضربه وتسبه، احترم عمك، عمك هذا، ما عليك أنت، إحنا بيناتنا أخوة. طيب هذول نفس الجيل، نفس الطبقة. يعني البعض يقول ولا تسبوا أصحابي، طيب هم صار بيناتهم سب وأكثر من السب، قتل، تقاتل وتشاجر معهم، يعني هذا أنت يسمح لك أنت تسبهم أيضا؟ ليش هو أنت من نفس الطبقة؟ أنت من الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم، المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، وهذا كلام زين العابدين، بس إحنا الروايات ليس مصدر، لكن حتى تفهم، فقط تفهم أن هذا الأمر ممكن، تثبت على القرآن، أنا أقول لك ثبت على القرآن،
بعدين حتستطيع تفهم الاحداث. والله تفهم الاحداث وما تجد تناقض الا اذا انت تريد حاقد بعدين شو اسوي. زين العابدين اجاء احد تنقص من الصحابه امامه، قال تعال انت من المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. قال لا. قال طيب انت من الذين تبوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني الأنصار تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. قال لا، ليس من المهاجرين ولا من الأنصار. قال أنا أشهد أنت لست من الذين جاءوا من بعدهم. إحنا هاي الذين جاءوا من بعدهم شنو واجبك أنت؟ الذكر بالجراحات والمشاكل أم تقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا أنت، هذا المنطلق الذي تنطلق منه، مو تنطلق ها رواية جيبها تقاتلوا صار هذا. أنت منطلقك إذا حريص على الإسلام وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أنت تمسك فقط هذه ولحصلت مع بعضهم. طيب هم ما هي كانت نظرتهم؟ يعني هم كانوا فرحانين باللي صار؟ رحماء بينهم. أنت تقول لي يعني الرحمة فقط أنت عندما تكون ما عندك مشاكل ويا الواحد، هذه كل إنسان، هذه المسلم وغير المسلم. الرحمة في الإسلام لا، تقول الحق وما زالت الرحمة في قلبك حتى مع الذي أنت في خصام معه وفي مشكلة. يعني علي رضي الله عنه لما بكى عندما مات الزبير كان حشاه يعني يمثل؟ لا، لأن هذا كان هو ابن عمته وكان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يرسلهم في المهمات مع بعض، وقبل السيف قال سيف لا طالما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتفت الحسن وقال يا ليت أباك مات قبل هذا اليوم بعشرين عاما. تقول كان يتقاتل وهذه لا، فتنة حصلت فتنة. وارجع الآن تابع بعض المراجع، شوف بعض المراجع وشوف بعض الحلقات، هتشوف كيف أن هناك ناس أثاروا هذا الأمر. إحنا الآن أمور كاميرات وإنترنت وتصوير من الجو وما نعرف من اللي بدأ القتال في بعض الأحيان، تنشب مثلا هدنة ونشب قتال، هذا الطرف يقول أنت بديت وهذا الطرف يقول أنت اللي بديت، والامور ضايعه وامم متحده وهذه وما تعرف من الاول. انت في ذاك الزمن في الظلام وفي كل هذه الامور، اذا حدث شيء انت تبني خلاص انهم تقاتلوا وخلاص، ما تقول يعني ما تأول اي تاويل يوافق القران. ثبت على القران تفهم ما يحدث، واذا اضطررت للتاويل تأول الرواية لا تأول القرآن. انظر إلى القرآن هل هو في تناقض؟ يعني هو الله سبحانه وتعالى قال لك هذول الرحماء بينهم ما أبدا ما يحصل بينهم أي قتال؟ هو الله سبحانه وتعالى مهد لك الأمر أصلا، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال اقتتلوا وقال المؤمنين، إذا المؤمنين ممكن يقتتلوا أم لا؟ ممكن يقتتل. هذا المنطلق الأول. طيب أنت دورك تكلم في الموضوع، ثير الشبهات، حرض، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. إذن طائفة مؤمنة تتقاتل مع طائفة مؤمنة، لكن واحدة باغية ممكن وواحدة ليست بباغية لكن مؤمنة. هذا وصف الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى كأنها أنزلت تمهيدا لي يعني علي ومعاوية رضي الله عنهما، قال إنما المؤمنون إخوة بعدها، فإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أخويكم اثنين يعني هم ناس كثيرين يتقاتلون، لكن قال فأصلحوا بين أخويكم، كأنه يعني الله سبحانه وتعالى يتكلم عن هذه الحادثة. في قراءة طبعا فأصلحوا بين إخوتكم لتشمل أيضا الآخرين الذين ممكن يتقاتلوا إلى يوم القيامة. للأسف المسلمين تحدث بينهم هذا الأمر، ولو لم يحدث في الجيل الأول الأمثل الذي هو قدوة لازم تمر عليهم كل تجارب الحياة، سنأتي على هذا.
لأن يعني كان إحنا فقدنا الأمل في الوحدة واحتمال الرجوع وحل المشاكل، لكن الله جعلهم قدوة فقال يعني أنتم إذا صار بينكم هذا لا تفقدوا الأمل، لأن الأفضل منكم صار بينهم هذا، فهو خير لا تحسبوه شر لكم. ليست كل الأمور التي تجري هي شر إلا إذا أنت تريد أن تجعلها شر. طيب الله قال فئة باغية، يعني ممكن أن المؤمنين يقتتلون واحدة منها باغية. طيب ما هو وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الذي حدث؟ ألم يقول تقتله الفئة الباغية؟ ويحى ابن أم سمية تقتله الفئة الباغية؟ قال فئة الكافرة، قال الفئة التي خرجت عن الإسلام، وقال الفئة الباغية. شوف الرواية الآن وافقت القرآن. طيب علي رضي الله عنه ماذا قال؟ هل خالف القرآن وخالف رواية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال هؤلاء الذين يقاتلون كفار. قالوا له ماذا تقول فيهم؟ أن نقول فيهم كفار؟ قال هم من الكفر فروا. طيب منافقين؟ قال كيف منافقين وهم يسارعون إلى الصلاة؟ والله يقول عن المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. قال ماذا تقول فيهم؟ قال إخواننا بغوا علينا، انتهى الموضوع. هم إخواننا بغوا علينا. الآن وافقت الرواية حديث، يعني رواية الإمام رضي الله عنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن. ليش؟ لأن ثبتت على القرآن صار الموضوع ممكن تفهمه. إخواننا بغوا علينا، إخواننا هذه لفظ ليس فيه رحمة في الكلام وإنصاف في القول حتى مع الذين تقاتلهم. هذه هي رحمة الإسلام، هذا هو الفرق بين الرحمة التي يريدها الله بين المسلمين، بين هؤلاء ذاك الجيل وبين غيره من الأجيال. طيب إذا تعاملنا احنا يجب أن يكون من منطلق والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طيب نرجع لهذه الآية بعدين نكملها للنهاية رحماء بينهم، ولكن نقول الآن وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن هذا أيضا دليل على الألفة. ثم نريد أن نتكلم أيضا في العدد. نحن تكلمنا عن آية الرضوان، بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكان عددهم 1400 صحابي. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. انظر يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. انظر كيف جمع الله سبحانه وتعالى المؤمنين معه في نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه يخرج وحده النبي صلى الله عليه وسلم أم يخرج بس هو وعلي رضي الله عنه؟ يعني هاي المعارك والآلاف التي تأتي تقاتل كلها علي رضي الله عنه. يا أخي علي رضي الله عنه من كبار الشجعان، من أفضل الصحابة وأهل البيت، لكن هو وعلي رضي الله عنه وحده. البعض يعني يقول يتكلم عن حنين مثلا 4000 مقاتل هجموا وعلي رضي الله عنه هجم وحده عليهم، وفي بدر قتل نص قتل المشركين وحده علي رضي الله عنه. البقية يعني كان ماذا يفعل؟ يلعبون بلاي ستيشن يعني؟ أدري. وإحنا لازم ننتقل للواقع، إحنا ما قد قدمنا للإسلام حتى جاي نحكم على هذول الناس. ماذا نحن قدمنا؟ هل قدمنا عشر ما قدموا؟ 1%؟ أقل من ذلك؟ جاي تحكم عليهم والله سبحانه وتعالى هو الحاكم عليهم؟ كم عددهم؟ كم عدد في المعركة حتى ينتصر المسلمون؟ الله سبحانه وتعالى يقول إذا كان يعني هناك معركة يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. إذن يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال
إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني إيش قد النسبة؟ 1 إلى 10، 20 يغلبوا 200، ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم الله خفف عنهم، قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ضعف 1 للـ10 ضعف، كيف الآن صار 1 إلى 2، هذا في حالة ضعفهم سبحان الله، وفي حالة قوتهم يستطيعون يواجهوا 10، الواحد يواجه 10، انظر إلى هؤلاء، وفي حالة الضعف 1 إلى 2. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يعني هذا الله حط هذه الأرقام، يعني معناه عندما يأتي 1000 من الكافرين يواجهون المسلمين، على حالة القوة أحتاج على الأقل كم؟ 100 حتى أنتصر على هذول 1000. 100 شنو؟ صابرة مؤمنة، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، مو 1 ولا 2 ولا 4 ولا 17. يعني بدر لما أتوا 1000 على حالة الضعف، على حالة القوة أحتاج 100 على الأقل حتى أواجههم، في حالة الضعف أحتاج 500، لأن 1 إلى 2، 100 يغلبوا 200 و1000 يغلبوا 2000، فأنت حتى تقول هم كانوا أشداء، كان فيهم 100 صابرة فغلبوا 1000، إذا أدخلت 100 أنت في المؤمنين، كيف تقول أن عدد المؤمنين 4 6 7 9؟ طيب في معارك 10,000 مقاتل في الأحزاب، كم عندك إذا من المؤمنين حتى يصدوهم؟ وفي معارك أخرى إذا معناها أنت عندك أعداد تفوق 1000، لأن 10,000 حتى في حالة الضعف يجب أن يكونهم 1000 حتى ينتصروا، وقد انتصروا. فأنت لا، كيفك أنت تخرج ناس، تخرج آلاف وتبقي عدد أفراد بسيطة على مزاجك، تخالف القرآن وسياق القرآن، وكل هذا المدح الذي وصفه الله لهم، يجب أن تفكر وقفوهم أن إنهم مسؤولون. الله يقول لك أنا مدحتهم، قلت لك هؤلاء الصادقون، هؤلاء المفلحون، أولئك هم المؤمنون حقا، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. قال لا، مو أنا سمعت أنهم تقاتلوا بعضهم بعد ذلك، وقالت الرواية، وهذه حجتك يعني تقف أمام الله؟ لو الله يقول لك أنا القرآن أنا بعثته، هو مصدرك، هو معيارك، هو نبراسك. ما الذي حدث في معركة أحد عندما عصى بعض المسلمين، بعض الصحابة، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا من جبل الرماة؟ حتى ليس كل الذين كانوا على جبل الرماة، بعضهم نزل، العفو أكثرهم نزل، من 50 نزل يمكن 47، وبقية المسلمين اللي يقاتلون ماذا حدث؟ هزموا بسبب عصيان البعض. طيب الله سبحانه وتعالى بعدين في كل هذه الانتصارات هل كان الله سينصرهم لولا أنهم كانوا مؤمنون حقا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معهم في أحد، ولكن قال أنتم عصيتم فتسبب ذلك في القتل، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هي من عند أنفسكم، بما أن عصيتم خلاص ما تستحقون النصر هذه المرة، تعلموا من الدرس، أنتم مغفور لكم. هي المسألة ليست مكمالتكم راحت، كل ما يجري الله تجربة على الصحابة لأنهم نموذج سيقتدى به وقدوة، يؤكد مكانتهم، ولكن الدرس المستفاد ما هو؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، خلاص أنتم معفي عنكم، إن الله غفور حليم، ومكانتكم ما زالت. لكن أنتم هذا الجيل لازم ما تعصون الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدكم أجيال لازم تقتدي بكم، لازم تتعلمون من هذا الدرس. وآيات تجي تتكلم تربية وتهذيب، ليس انتقاد إساءة، انتقاد تربية، لأنهم جيل يجب أن يطبق عليه كل تجارب الحياة، سنأتي لذلك. ولكن قبل أن
تفوتني النقطة، لو كانوا هم عندما عصوا الله سبحانه وتعالى ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هزموا، كيف إذن بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدون الإيمان بالولاية وبارتدادهم عن الإسلام يفتح الروم والفرس وينتصروا والمرتدين ينتصر عليهم؟ هم مع الرسول صلى الله عليه وسلم هزموا لأنهم عصوه في أمر بسيط. أي أمر أكبر، نزول هؤلاء من جبل الرماة أعظم أم نكران ولاية علي رضي الله عنه أعظم؟ طيب ليش هنا هزموا وهناك ما هزموا ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك ليس معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأمور تفكرها. لكن الله سبحانه وتعالى يجري عليهم التجارب، نعم يجب، لأنهم نموذج، فيحدث نزاع بينهم، تحدث أمور أخرى، بل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عليه هذه الأمور، هذه التجارب. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان سهل عليه أن يتزوج من طليقة متبناه زيد بن حارثة، هل كان هذا الشيء يريده الرسول صلى الله عليه وسلم أم أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يوضح هذا الأمر بفعل؟ لأنه لما تحدث حادثة وقصة يثبت الأمر أكثر من الرواية. التفت إلى هذا، عندما يتكلم القرآن عن حادثة حدثت ستثبت أكثر مما يتركها فقط لرواية لم يحدث عليها تجربة نختلف فيها. أما هذا الآن حكم جواز الزواج من طريقة المتبنى أو من كان متبنى جائز، كيف ثبت هذا الأمر؟ لأنه حدثت حادثة وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم فثبت الأمر. هل كان سهل على النبي صلى الله عليه وسلم أن تتهم زوجته بالفاحشة والعياذ بالله؟ لماذا مر بهذه الأمور؟ حتى يتعلم الناس الدروس منها وتخرج منها، وقال لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. كم فائدة استفاده؟ ثبتت براءة عائشة رضي الله عنها ومكانتها، لكن تعالوا نستفيد من هذه، من الذي حدث. إذا تسير على هذه الأمور، أنت تأخذ كل مشكلة صارت تبني عليها وتترك القرآن كيف يصف لك هذه المجموعة من الناس، فأنت بهذه الطريقة تستطيع حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه أن تجد المعايب والعياذ بالله بهذه الطريقة الحاقدة. هم المستشرقين ما فعلوا هذا في قصة الآن زيد رضي الله عنه، ماذا قالوا؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب زينب وهي بعدها زوجة زيد والعياذ بالله، لأن الله قال وتخفي في نفسي كما الله مبديه. شوف الحقد أعماهم، أنهم يعني اعترفوا أن هذا ليس كلامه، كلام الله. المفروض هنا يقول خلاص إذن هو نبي، إذن خلاص هو فوق الشبهات وانتهى الأمر. لكن لأنهم منطلق في من الحقد، ما دي يشوف الواقع على صورته، دي يعتقد الواقع على غير ما هو عليه. المفروض هذا دليل على نبوته، لكن هو ما جاي يريد يعرف هو نبي ولا لا، هو جاي يحقد على الإسلام، يريد يطلع شنو يقدر أن يطلع على الإسلام. تريد أنت أيضا روح على قل في آيات أقوى، إذا تريد أنت النبي صلى الله عليه وسلم، الله يقول له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. الله أكبر، يعني هذه لو نازلة في أبي بكر، لو واحد من الصحابة، كم محاضرة كان طلعت، كم كتاب، كم درس، 15,340 محاضرة. شوف يحرم ما أحل الله، ما هو حكم من يحرم ما أحل الله؟ أسألكم بالله، بيني وبينكم، بينكم وبين الله، ما حكم من يحرم ما أحل الله؟ ماذا تقولون فيه؟ شوف حيبني عليها ماذا؟ هو درست التربية، ليس إساءة وإنما تربية. وطيب ما هو السبب أنك تريد أن تحرم ما أحل الله؟ هل هناك فائدة مثلا تطيع الله في أمر آخر؟ لا، تبتغي مرضات أزواجك. والله لو نازل في أبي بكر هذه لكان هلل لها الكثير وقدحوا فيه، لكن ما يشوفون أنه هذه تربية، لا يجب أن تحدث أمور حتى يتعلم الناس منها، حتى يتعلم الناس منها. فإذا الصحابة يحدث لهم ذلك، لكن في النهاية أنت تقسو على من تريد أن يتعلم وأن يتربى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يترك المنافقين
ما هذا حالة ميؤوس منها. حنشوف بعد تبوك كيف عامل الثلاثة الصادقين وكيف عامل المنافقين. لكن للأسف وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله أعود إلى هذه النقطة وأبدأ منها في الحلقة القادمة. أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصاحت بنا أنفس في الدجى تريد النجاة من المهلكات.